السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لهذا السبب يرتدي بعض لاعبي كرة القدم أقنعة وجوه غريبة الشكل. خلال مونديال قطر 2022 لاحظ متابعو الحدث الكروي الأضخم في العالم العديد من اللاعبين يرتدون أقنعة وجوه غريبة الشكل، أقرب ما تكون إلى شكل قناع باتمان. من سون هيونغ من وجوشك جافريادول واللاعب إلياس سخيري، جميعهم ارتدوا على وجوههم أقنعة غريبة لفتت انتباه الناس، فما الغرض منها؟ ليست موضة، الغرض الحقيقي من ارتداء اللاعبين وجوه غريبة في الملعب، يرتدي اللاعبون الذين تعرضوا إلى إصابات سابقة في منطقة الوجه والرأس هذه الأقنعة بغرض توفير الحماية وضمان اللعب دون تعريض أنفسهم للأذى. سون هيونج من منتخب كوريا الجنوبية كان قد أصيب بكسر في تجويف عينه أوائل نوفمبر أثناء اللعب مع ناديه تونتهام هوتسبير، وشهد على أرض الملعب وهو يرتدي أحد تلك الأقنعة المميزة. خلال كأس العالم العديد من اللاعبين ارتدوا هذه الأقنعة للمشاركة في تمثيل بلدانهم، وإن لا تكن الإصابة سبباً في حرمانهم من هذه المناسبة الكروية العريقة. وفي الأخير أتمنى أن يكون أعجبكم المقطع، فأفيدونا بلايك واشتراك لكل محبي كرة القدم، وشكراً.